هذا الصدق والواقع ما هي بأي شاشة. لعشق المراجل لعشق المراجل ولو إنها تتعبني عشق المراجل. سعد الله صباحكم. ردوا السلام يا اخوان، الله يعطيكم الف عافيه. يلا حيهم حبيبي. يا مرحبا وما اسهل، حياكم الله. يلا يا ملقوف انت وياه ارجع، ما تخلون اللقافه، حياكم الله. اسعد الله صباحكم كل خير. خليك على اهلنا اعلمك، فاذا الله وجهك ياك حلال. يلا حيهم، شوكم يا الربع، عساكم خير. كيف المعنوية مع الأجواء هذه الحلوة؟ ما هي واضحة. يا مرحبا، ترى حيب المطر. اليوم عندنا فقرة الخيل، لكن جمعنا بين الخيل وبين الرماية. تركب الخيل يا طول عمر السلامة، تأخذ لك فرتين وتثبت عمرك وترمي قوسك على على الشارع. بصرك كل انه يعطيني المهارات اللي عنده. نبي نشوف اليوم وش عندكم. انتم جاهزين؟ جاهزين. اول ما نبدا عند شافي، حياك الله. الله يرضيك. تبي تاخذ لك لفتين؟ ابد. جاهز لي السلام عليكم. لفتين؟ خذ لك لفتين، تبي وانت تركض، تبي ترمي وانت ثابت، بصرك. لكن نبي نوخر هنا شوي عشان الكاميرا يا اخوان. جلوس وقوف كيفك، بصرك. يلا حيهم علومكم. سلام طيبين. لبيك. كل واحد يركب صح؟ كل واحد يركب. لكن عندي آلية لسحب التاق يا اخوان. آلية اللي هو سحب التاق. بنسحب آخر الفقرة إن شاء الله. أسامي، خمس أسامي، لكن ما راح في طريقة جديدة ونطبقها عليكم على نهاية الفقرة بإذن الله. بنسحب خمس أسامي من التاق نهاية الفقرة. وش تتوقعون؟ لا 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 لا، مو اللي يصيب، اترك اللي يصيب. جافله جافله. رجاء يا اخوان بدون افلام. اسلم اسلم. طاح طاح، شكله بيطيح صح؟ لا لا، ليه ما يطيح؟ ما يطيح. بس بس بس. شو تتوقعون الاليه؟ اتمنى لك الزين. لا 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 لا، هالمره ذي هالمره وجه اتصور. ليه؟ صمني هالتلافس بنت اتكلموا فيها.
ها طيب مجموعة البحيح يمين ومجموعة عمر هذا اليسار يمين البحيح يمين يلا 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 الرجال ذا من اي الرجال ذا من البحيح ولا كلهم قالوا لي الا اخوينا ابو شام لا الرجال اللي على الخيل لا عمر مع عمر خلاص بدينا الحين مع عمر هذال بعدها وليد البحيح الآلية يا اخوان بنسحب هذه الكاميرا اول شيء صبح عليكم بالخير حياكم الله اليوم احنا مستنسين امورنا طيبه وانا سعيد جدا لاني انا متواجد بين المتسابقين النجوم هذولي لبيك شكرا الله يعطيك الف عافيه نبي نسحب اخر الوقت ان شاء الله اخر الفقره من التاك خمس متسابقين عندنا آلية يعني مثلا جاءنا فؤاد ايش تبي تسوي؟ ايش تبي تسوي؟ ذات بلا خصم لي على فؤاد لانك ملقوف صح لانك ملقوف جدا صحيح لانك ما تحترمني لا احترمك ولكني يمكنني ملقوف فيك لقافه؟ نعم اللقافه انا اقدرها واحبها الله يسعدك نبي نسحب يا اخوان خمس متسابقين نهايه الفقره من التاك وآلية جديده نبي نضحك انا رجال بضحك اليوم انت بتضحك؟ عسى الله يدوم علينا وعليكم في ذمتك؟ عيونكم اليوم علامها خصم واحد ها؟ ما ندري شو يصير ها؟ شافي ارفع يدك اليمين اجمع جامك عطى كذا ولز عليه وعطى بس خليه جوده ايوه خلاص خليك عادي عطني السهم لا عادي عادي بس اصدقاء بيدك الثانية حك على الفرس لا مكسر ايه اعطونا سهم ثاني اعطونا سهم ثاني لا سمعي منكسر ذا بس اصبر شوي ايوه ايوه بغت تجي بس بغت بس بس خلاص رح خذ لك لفة على ما يجيبون السهم خذ لك لفة عادي ثبت سهمك فوق السلام ليش متاخر يا متسابق متكسره نواف تتكش في ذمتك انتبهوا اخر على خير يا اخوان تعالوا لي جاي الله يعطيكم الف عافيه ما قلتوا لي عيونكم اليوم مكحله ليه ها على سنه النبي ابو عقاب لا اليوم في علم على سنه النبي واخروا انا الكاميرا يا اخوان شافي شافي جلوس 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 يا اخوان بدو انتم الاثنين شريطيه كيف الامور عساك طيب وش الجديد عندك وش عندك علمني وش لا وش عندك تدشين عندي خمس عندك قصايد خمس اللي دشنا حلو عطنا واحده منها فك اللطمه وجر صوتك وارفع صوتك واطربنا الا بيجر الصوت سلطان يلا بوصلك انت سلطان. يا سلام يا عليك يلا اسلم شغل لي سبيكر هيك حلان وارفع الصوت رجعنا اخوان بدون ازعاج خلص تراني صايم بفطر عليك لبيك يعني مجموعة وليد مجموعة وليد البحاح يقولون العمر هذال مشروب من اجيلكم ما هم مشروب من اجيلهم انا قاعد اشوف عمر هذال على مدقر ها؟ مجموعة النشامة عسى ربي يقويك لبيك سم ابو عقاب ابو عقاب وهو صايم ابو عقاب اسلم اسلم لبيك المنشد هذا قاطع ها ابغى اقول لك صح ميري فرق مفعول قلنا قلت انا طيب قلت ما بكك صوت لكن خذها صريحه ترى ما انت بحول يا سلام طيب معنا الوقت يلف ويدور شوف نسلها ونجري خيولنا سلام يا سلام يا سلام يا كحيران هل فيها في صعوبة؟ لا ثبت عمرك؟ طيب بس اليوم ما دافع طيب. في وقت هلا عطني الفرس يلا اترك يلا هذا ارفع ارفع السهم فوق ارفع السهم فوق عادي عادي معك ايه يعني صايرة فيه امور كسرتوا السهم وخربتوا الشغلة ما ادري عنكم يلا هلا سيف هاني سيف ارم لف بي شوي لف انت كي الف يلا ها وخر على السهم وخر على السهم وخر يا حلال ها
يا سلامي عليك. بيض الله وجهك. بس خلاص خلاص صبح. عطني اسمع. ايه مجموعة وليد. بسرعة يا مجموعة وليد. الخيل تجفل. يلا طب عجل. ما معنا وقت يا اخوان. توقع بسم الله. يا اخوان اللي واقفين اجلسوا. اللي واقفين اجلسوا يا اخوان. سلام. ما حد يتبغنا. بس بس. هي جافت من السهم عشان كذا بيصير اليوم الرمي فوق الخيل. خل احنا نوقف بس وما يحتاج فرّه ولا شيء. ايه طيب وانت واقف. حمد فهد اعطني واحد. ما عليه. خذ ماي ماي. انا هذي. هذي كلها ما فيها. كلها. وش الفايدة؟ يلا. سم بالله مجموعة وليد الحيح. هذا من كثير وليد ما ابو عقاب الشبيمي. يلا. يلا سم بالله. علي ترى مايكك ميوت رقم تخصمي عشان بديب. هي النقاط كم يا اعداد؟ لا الفريق الفايز. النقاط عندنا يا اخوان 5000 للمجموعة الفايزة. ليه واجد ولا شوي؟ ها؟ والله ما عندنا الا 5000. بس. يلا عجل رميت. طيب يا هذا فريق من الرجال ذا؟ فريق من؟ واحدة منكم بس بس. تعال جود فرسكم عاونوا اخوياكم. يلا يلا بسرع وقت اللي بيطول. واخروا على الخيل يا اخوان واجلسوا. دقيقة يا اخوان اجلس اجلس. انت غموم في ذمتك. ها تعال تعال لكن نايم. تعال مسكين مسكين على موجهك. سيب واقف على موجهك ما يسوى تأخر اليوم. قرب قرب والله يا طويل العمر صلي على النبي. اللهم صل وسلم. فيني نوم. في ذمتك؟ الله يبيض وجهك. صفقة يا اخوان للشغموم الحاضر بينه وبين نوم. ايش فيك؟ ايش فيك يا متعب ما تصفق اخويك؟ ها؟ رميتوا؟ طيب 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 خلاص يلا يلا. طيب يا علي قطع السهم اجمعوا السهم بالله يا اخوان. الكنترة بنبدا اليوم كنترة. تاخذ لك فرتين كنترة. وكنترة اللي هو يركض خفيف. اسمع ابحث بالسهم تبع عقبه كنترو. الخيل جافله الحين ما معنا وقت معنا بس نص ساعة. يلا يلا علي مناحي واخروا يا اخوان انا الخيل اطلعوا برا اخصموا لي على زياد مشري اخصموا لي على زياد اخصموا لي على بيض الله وجهك واجلس ثبته. يلا خذ لك كنترة دائرة مرتين يسار يسار يسار. اليوم ناخذها كنترة. اليوم كنا نبي نطبق على الخيل رمي السهام لكن الخيل جافله. هذا طرود. وش فوائد الطرود؟ ما شاء الله. خذ يسار. استسلم استسلم. اجلسوا يا اخوان على الكاميرا لو ما عليكم امر. ايش رايكم نروح ورا هناك كلنا بس مجموعه وليد؟ تعال الشغمو نجمعكم سوا قبل كان في تحدي. هالحين نبي الشله كل بوها تطلع كندره. اليوم في شغمو؟ اليوم في اعلان شغمو؟ لا مو بحلا الحمد لله. خلاص بس وقف يا علي. السلام. علي تعال. يلا بعد علي يا شباب. واحد. انا. يلا روح الشمو. يلا. روح. الشغموم خليه يروح. شغمومكم. بيض الله وجهك يا علي مناحي. لا لا ما عليها. نعم. الخيل جافلة منا رمي السهم فوق الخيل. اليوم قبل علمناكم اساسيات ركوب الخيل. نعم. مجموعات لا الحين كلكم انتم متسابقين جمعون الكنترة. انا معك كنترة مجموعة البحيرة مجموعة كذا كلكم شوا يعني كل نقاط اليوم نوزعها عليكم كل ابوكم.
فوز وجهك شباب بتوزع علينا كلنا الله يعني 50 100 بصرك احسبها يلا يا شغموم لبيك ها ها يلا يلا افتح افتح دق في رجلك دق في رجلك اشكر الشغموم اللي بيدخل الجدار تعال داور فك فك يلا دق في بطنه قوة اضرب صح على يا شغموم يقول ليش لا تجنني تعال امشي تعال تعال افطر عليك يلا امشي يلا 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 افا 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 ما بي ما بي ما بي ما بي يا شغموم رخ رخ بسعد اللهم اني صاحي استغفر الله انت صاحي خلاص بس بيض الله وجهك يلا واحد من بعده يا اخوان واحد من بعده ابي يطردني في الميدان هاي رجع تراوس ايش في صاحي بالله يا كاميرا حط على بدر صالح دقيقه ابن شري هو بالسطح هو عيال شوف لا فصلتين مره تجنن لك شوفين اللي بس هاي السهم السهم تراك امك شوفين تراكم واضحين يا زياد خذ لي كنتره مرتين رايح جاي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن هاي والله هالبنايت بسم الله ما شاء الله ذكر الله طيب يا اخوان اذكروا الله على خويكم تعال وقف هنا قدامي بيض الله وجهك اللي بعده ها الفرس هادي لا هي اللي ترفع جبنا من الخيول على هالكلام تجيكم تجيك انتم الحين اي والله ايش تقول ايش تقول للصلف اقول الحين اقول على هذه اقول يجيب يجيب اللي عندك الكاميرا وين بالضبط اللي وراي السوداء ذي ايش تبغى تقول زي الكاميرا وين يلا بخرج على الكاميرا اخوان تعالوا جاي الصلف ايش تقول توجه اخوياك كلام يعني ارفع معنوياتهم اخواني اخواني خليكم طول العمر سايقين والده 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 ليش؟ ولا يهمكم شيء ارقم السوق على والده انطح ذاك في الزباله يعني انزل ونزل قلبك نعم. قبل تركب حول عليك نعم هذا ريان ما شاء الله تبارك الرحمن يا سلام لا الخيمه الخيمه السلام السلام بيض الله وجهك يلا اللي بعده يا اخوان كلكم 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 اليوم بناخذكم كنتره ويوم بالايام باذن الله بنطلع انا وياكم رحله خارجيه بالله قد صفقوا لي يوم بعيده بعيده يوم بالايام باذن الله بطلعكم رحله خارجيه بالخيل على الحرم نطلعكم على حسابي روح وراك ايش تبي انت طلع جوالك اللي داخل وتعال معه ما راح اسلم اطلع اللي ديك الركاب يا سلام اي يا سلام اي يا سلام يا سلام قم واقف ما شاء الله تبارك الرحمن يلا يا اخوان اللي بعده اسلم 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 ريان شباب اطلعوا ارجعوا ورا على الكاميرا ارجعوا ورا وارجعوا لي ورانا ايش رايكم تروحون هناك تربعون ها وانت وين صوتك بجرش ثلاث سلام بس اثبت اثبت افاي فوات يعني تفضل يلا يقولون تمشي 2 متر فانا اخذت يلا بيض الله وجهك السالفه تعال سلطان جر صوتك وسمعنا وسمع الجمهور واطربنا يا اخوان تعالوا بالله جاي هنا ورا تعالوا جاي على الكاميرا لان كل واحد الجمهور له حق انه يشوف يتابع لا تعال سلطان تعال جاي اول نظاره عشان يصير حلو لا تحل لك الله اسلم اسلم يا ابو دغي يا قريما بريد وحوش توش الجنة عشي عقبل يدوش الضما يردوش سنه يوطي على جاش
ريحة الأبار المرشوش أقطعت بيدك ماشي ليت عيني تنوش نوش مثل المسجل على الماش. طيب يا سلام يا علي يا اخوان، ما عندكم شلات جماعيه؟ الله موجود، اصبر اصبر، لا تعال، لا 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 موجود موجود. اسمع اسمع اسمعني، حصري حصري، تبي عندك حماس ولا الفريقين؟ يا عيال فرقة الوليد، ها جاهز ولد، يلا يا متعب روح حط الكاميرا على متعب لانه واضح يبي ينحاش ولا يبي يركب. قول الله متعب متعب، طلع رجولك اليسار، خلى بس راس مقدم رجولك على الركابة عشان اللي طحت ما تتعلق. يلا روح روح مني، لا رخ رخ رخ، خلنا نشد عليه، رخ لف يسار، دق برجلك، توكل على الله، يلا اضرب. هاي صحيح كذي، خذ يمين، خذ من يمين، يلا يلا يمين، دق اقوى، لا حد يخرعه، يلا هاي. طيب الماضي زماننا بابنا من البيت حضر الفرايد، كل جزر من جزار الشعر منا. يلا يا ابو عيد عيد نكسب كل كايد، حزام كل واد ما نتغنى. طيب والنجام الاحضر وقت الشدايد، قسمنا الاول ولا قلنا بعد، كل رجل مننا صيد وفايد، انهار الطرات والناموس حنا. طيب هذا ظاهر النجام ما نحايد، فعلنا ضروب من مضى زماننا. يا ولدك دم وحبسك، يلا يا حلال حن حزامك فالوازم ما تغنى، والنجام الاحمر وقت الشباب، قسمنا الاول ولا تعالنا سلام. هاي ولد البلد، كم كم كم، امسك كسر كسر، امسك يا ولد اخنوم بالله عليكم انكم تصفقون له. ايوه هذا الثمرة، هذا المرجلة، هذا والله انك شال ابو طحطوط، مالك زود والله انك ذيب. هاي والله شو الجماعة، والله انت مش كيف، تعال كيف شعورك؟ والله ما تتعود نفس الكنترول، طالبين منك طلب. وش ابي اسالك سؤال، تفضل. نعم او لا؟ ايه هل انت مستمتع؟ نعم. اسلم اسلم اسلم، متعب انت خايف عليهم؟ انت خايف عليهم؟ ها؟ ما عليه ما عليه، انا والله يوم جيت قالوا لي كنترول هاد، حط ريلك واد، حط ريلك، حط ريلك، حط ريلك عام برا. لا صح؟ لا من اساسيات ركوب الخيل، خيل الصح. عاش خالد، عاش ركوب، هذا اساسي، مقصر مقصر، لا هذه لا، هذه غلط. يمين صح؟ ايه. يا سلام، وقف وقف وقف، بيض الله وجهك، بقل بقل. يلا وتجمعنا على عزر الطاح، وتفرقنا بجوج الله وشاعي، حط الله على كل سماع، معك واحد مسل، ما شاء الله على سلطان. هيا بيض الله وجهك، يلا يا اخوان واحد بعده.
والله انا اشوف يا اخوانا مستواكم تطور. في ناس والله كانوا يركبونه وكاشين. انا والله والله صحيح في ذمتك. لا هنا يوم اني اجيك هذا انا ما اعطيت الا بس عسى ربي. ها ايش تقول؟ لا اخذ دور غير الله يجيكم. يلا دور انت شكلك واجد مع الربع. الله يستر من شافي. شافي يا اخوان ترى قطع منه اكثر من مره. شافي من فريق من يا اخوان؟ هنا يا فريق شجعوه شجعوه. يا سلام يا سلام. الخمسه الاخيره يا سلام ما ادري اخصموا لي على ريان البقمي يا اخوان. على كل يفداك يا ابو الله يجعل الله يطعني. الطبطبه هذه ما داني. يا سلام عليك يا شافي وانت فوق الخيل عطني شعورك والمايك لك. شو اسعد راسك اسعد. انا ما ادري ها هي اللي تركض ولا انا. عطني شعورك. شعوري سلام من جزال الشر رد عليهم من السلامة. ولا تقدر تكسب كلك عيد حل حزامك فالوازم من ترنى ونشار وقت الشدايد قسمنا والوال ولا قلنا من عندك كرجل من المصيد وفايد على الأفرات والنماس حنا يا جماهير النشام مبادة فعلنا معروف عليك زمننا نورنا البيت حضرنا الفرايد كل جزلة من جزال الشعر منا يا وليدك دم ولك سب كلك من حزامك فلازم من ترنا والنشام الأحمر وقت الشدايد قسمنا الأول ولا قلنا فعلنا. يا هو يلا حي حي بشر شمله يا ابو معد طيرهم ابو يرجع زلف علي حسبوا. يلا يا اخوانا عجلوا علينا بالوقت. حي 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 انا بطيح. حي بس بس حي طيب يا اخوان. يا رجال يا رجال جينا نهزك السيارات يا رجال. طيب يا اخوان يلا ركبوا. المخرج ابي الكام على اللي يركب المتسابق وبيجمع المتسابقين وباخذ منهم كل واحد كلمه. نبي نعرف اللي انتم تعلمتوه ولا اللي يعني انت الحين ركبت وخويك شاف عليك خطا بعد ابيه يوجه لك يقول انت تراك ما سويت كذا وانت يا متعب ترد عليه كذلك ترد على خويك تقول انت ركبت. نبي نتعلم نبي نبي نتعلم. ها 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 طيب تعالوا جاي يا اخوان. هذا من يتكلم تعالوا جاي صف واحد هنا ابي صف واحد وكل واحد كل واحد ابي يثبت يعني الصلف مثبت خطا على فلان. ابيك تطلع بالاسم تقول انت سويت كذا يا طلع هو يقول انت سويت كذا نبي نتعلم خطانا من بعضنا. يلا البدايه عندك يا بشري. البدايه عندي انا ارتاح يا اخو بسرعه على ما معنا لا 7 دقائق ونحسب التايم. عندي محسن سبيعي. طيب وش لقيت في محسن سبيعي؟ محسن سبيعي ركوبه خله خله اسلم اسلم ركوبه جميل بس عندنا مشكله توسيع الجام الجام موسع توسيع الجام. وش الصح؟ الصح تقفل الجام تجمع الجام تحت وعند حارك الحصان واول فرس عند الحارك بيض الله وجهك بيض الله وجهك ريال بيض الله وجهك كلب عجل. عندي ملاحظه هو شجيع وطمر طمرته حصان على حصان شو اسمه محمد فهد الجام يوسعه ولا ما يعني كل يعني اغلب اغلب اشوف الركوب زين لكن الدعوه في الجام صحيح. وعندها تثبيت السيقان ما يضبط رجوله زين الله الله التحكم يتحكم بيض الله وجهك وجهك سلطان. عندي يا طويل العمر بسم الله مرحبا روح الخير ما حد طلع من بطن امه متعلم. سلام عليك كلنا بيتعلم. عندي خالد بعطيه معلومه سلطان
يدينك مرتفعة ووزنياتك ما هي في اليدين، ترى الجام ما يوزنك عن الطيح. صح. شد كذا الطيح. ثبت جلساتك، ثبت جامك. ذلك اجمع يا شنب الذيب. وتزين امورك. بيض الله وجهك، يلا. شكرا لك. خلاص عريت الليلة. الله يطول العمر، اغلب الشباب نلاحظ فيهم اذا ركبوا الركبات يرجع رجليه. لازم على المشط. صح. الركبات توزن رجليك قدام وراسك ما تقدمه. بحيث ان الفرس ما تضرب وجهك. ما اللي قال لي قبل ترجع شوي ترجع وجهك ما في صدريه وتجمع ترجع ظهرك وتجمع ورجليك تقدمها عشان تثبت. صح. يلا يا اخوان بدروا، اللي ما ركب يقوم يركب. يا هالمصفوف ذا عود. يلا يا محمد اركب. بيض الله وجهك. نارك كله. عطني اسم. قل انت سويت كيت وكيت. والله اغلبهم. عطني اسم. انا عاد علمه انت. لا علي الناحي زين. اوصل بيض الله وجهك. تعال جاج عطني يلا بسرعه يا اخوان عشان الوقت. اهم شيء التوازن، اغلب الشباب ما في توازن. ليش؟ لان للحين ما بعد سخنوا، يبي لهم تعود على التوازن واللياقه. صادق. طيب هذه بيض الله وجهك. تعال لك حلا. تعال الصف. اول شيء يطلعون فريق كل يبي خياله ويعرف يركبون، ولا فيكم حيله ولا حد يطلع مطرم ومتعلم وقدام لا حد يقول اني ما اعرف. اعرفوا كلكم وكلكم خياله. هذا يقول حط بيننا. لا كلكم خياله. دقيقه دقيقه. لا 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 صل على النبي صل على النبي. الصف انا اعطيك الصدق. كلام الصدق. الحين انا ركوبي يوم اتقنه يوم ما اتقنه. ليك ما تعرف خيل يعني؟ هل انت الصف ركوبك هنا بالخيل؟ لا ما هو خيال. ركوب خيال؟ لا. هل اخوياك يركبوا كلهم خيال؟ ركوب خيال؟ نعم نعم نعم. عال مسكت عال مسكت الجام. مو مو عال عال. هات هو داخل معنا الحق. سلك الله يجزاك بيض الله وجهك. كلكم خياله. هذا يرفع معنويات. لكن ترك اكبر خطا. ليه؟ لانك ما تعلمهم وش الصح وش الغلط. لا متعب الحين يبي يتعلم الصح والغلط. ما عليك. قول لا لا انتم ضده ولا لا؟ انا اول مره قلت الخيل اسمعني في المستشفى منكسر عشان كذا علق ما درب. انت قبل خيل ما حد يرقط. اسمع كلام اخوياك تعرف. تعال كلكم باقي مسلم. مو مسلم مو مسلم. يلا بقى اربع دقائق. يلا هم اصبر. عبد الله عبد الرحمن عندي عبد الرحمن طلع من يسار ونزل من يمين. اسمعوا اسمعوا يا اخوان. اسمعوا اسلم. عبد الله عبد الرحمن طلع من يسار ونزل من يمين. وش الصح؟ تطلع من يسار وتنزل من يسار. سلام عليك. من يسار وتنزل من يسار. لا ما بيمشي بشعر كذا الصح. هو يعلمك الصح. يا هم صفقوا المسير يا اخوان. لا طيب سويت لك نبي نسحب من التاق الان. طيب ابى اسحب الحين يا كنترول من التاق. المتسابقين اللي بناديه يجي هنا قدامي. علي مناحي. محمد فهد. محمد فهد وين يا اخوان؟ بيض الله وجهك يا مسفر. ناصر المري. متعب. تعال جاي. محمد فهد موجود؟ معك انت محمد فهد. محمد فهد مو موجود. خلاص بيض وجهك. سلطان غيب. الى الان الى الان كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عدو لا يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يلا موجود تاقك. سلطان طلع لي متسابق من اللي وراء من اخوياك. نادر كشم بسرعة. نادر كشم اي هو. وقف ورا زياد. نادر كشم. نادر كشم. اي شيء زين ولا شيء؟ لا انت ما تبي. نادر كشم خوي. ايه ازهم. فهد محمد. وانت؟ محسن. اجل. يلا وقف 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 كل واحد يوقف رمشه. والله ما يلا سالم 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 متعب.
فؤاد. لا تعال طيب. خل مريع يرتاح. ما ندري خلاص مو الاسامي سلطان. فهد. لا فهد لا. محمد فهد. مبارك. مبارك. صلف. علي مناحي. متعب. كل واحد نادى له اسم من اخوياه. صحيح. اخترنا يا اخوان المتسابقين اللي اخترناهم للتاج واختار خويه. فالنقاط راح تكون الخويه وهو مخصوم عليه النقاط. يعني متعب مخصوم عليك نقاط. راحت المتعب. علي مناحي راحت الرفيجه. الصلف راحت الرفيجه. سلطان مغيم راحت الرفيجه. انا راضي بذاتك عشان خالد. اقول الله يبيض وجهك. شكرا شكرا. لا مو مقرف هذا الصوت. ها؟ 300 300 ايوه. انا خصم منك 3000. دقيقه دقيقه. انا خصم منك 3000. خصم لي 3000. هذا اللي عندي تبي ولا هرول يا شنب؟ اي والله. الله يعطيكم العافيه. ها؟ طيب روايتنا ها؟ هذيك طيب نبي نختم يا اخوان. شكرا لكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات. اليوم حبينا ريالتي خفيف ركوب الخيل صايمين خلوها بظروفها. اعذرونا يا اخواني اذا كان في قصور. والله يبيض وجيهكم. نشوفكم باذن الله في فقرتنا الجايه للخيل. ودعناكم والله. بيض الله وجيهكم.